تستمر قيادة عمليات بغداد في جهودها الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة بعد إزالة مخلفات الإرهابي عنها. ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة لعودة أكثر من 200 عائلة في مناطق حزام بغداد ضمن قاطع مسؤولية فرقة نشاط السادسة. إن شاء الله يوم مبارك على بغداد وعليكم وعلى كل أهلنا وكل العوائد كل عوائلنا اللي راح ترجع إلى بيوتها وإلى أراضيها. إحنا مستمرين إخواني بداية عملية بغداد وجهة دولة رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة بالإسراع بعودة كل عوائلنا وكل أهلنا إلى بيوتهم وأراضيهم. وقطعنا شوط حقيقة في بداية عملية بغداد ووضعنا جدول زمني حتى نرجع العوائل كل من إلى ديرته وإلى أرضه. إحنا في منطقة إبراهيم بن علي عودنا اليوم 207 عائلة حقيقة. إحنا تعرفون لدينا جدول زمني لإعادة كافة العوائل. قطعنا عهد على نفسنا أنه خلال هذا العام في قيادة عملية بغداد ما تبقى عائلة نازحة إلا وأن ترد إلى بيتها وإلى أراضيها. وهذا هو توجيه دولة رئيس الوزراء قائد عام القوات المسلحة، إحنا ماضين به. إخوانكم اليوم في قيادة الفرقة السادسة قامت بعمل كبير ونظفت وطهرت كل الشوارع والبيوت من العبات الناسفة والمتفجرات، واليوم راح نعود 207 عائلة لهذه المنطقة. مستمرين إن شاء الله خلال فترة قريبة راح نرجع منطقة الهيب أيضا هنا، وتبقى لنا فقط منطقتين في قاطع الفرقة السادسة، وإن شاء الله في قاطع الفرقة 17 خلال فترة وجيزة جدا راح ترجع كل العوائل وينتهي قاطع الفرقة 17، وإن شاء الله قاطع الفرقة السادسة قبل نهاية العام إن شاء الله بجهود حقيقة يعملون إخوانكم في قاطع الفرقة السادسة بجهود كبيرة وعمل مستمر يومي حتى نطهر المناطق ونعود العوائل. نسأل الله إن شاء الله يمكننا أنه نفي بعهدنا وخلال هذا نهاية العام أنه ترجع كل العوائل النازحة إلى أهاليها وإلى بيوتها وأراضيها في بغداد. نشكر القوات الأمنية اللي على مساهمتها يعني بالمناطق وتنظيفها للمناطق وهذا وعودة الأمن والاستقرار، طبعا هذا كله جهودهم المبذولة، نشكرهم جزيل الشكر. ونشكر قائد عمليات بغداد والسيد محافظ الأنبار واللواء الركن سعد حربية أيضا إلى موقف يعني مع أهالي الفلوجة وأهالي الأنبار موقف يعني مشرف، ونشكر كل القوات الأمنية. والله فرحتنا إن شاء الله فرحة العوائل رجعت لبيوتها ترتاح ببيوتها، والحمد لله والشكر. ونشكر الأجهزة الأمنية تعاونها ويانا ويا المواطنين. جهود استثنائية تبذلها قيادة عمليات بغداد من أجل تأمين المناطق التي داخل فيها الإرهاب من أجل إعادة العوائل النازعة وتأمين سكنها في هذه المناطق بعد أن تم تحريرها بجهود قواتنا الأمنية البطلة والقوات الساندة الأخرى. هذا اليوم ستعود في هذه المناطق في مناطق البعلوان قرابة 208 عائلة، وهي الحد الفاصل بين الحدود الإدارية لمحافظة بغداد ومحافظة الأنبار. عودة العوائل النازحة إلى مناطق حزام بغداد جاء مكملا لجهود قواتنا البطلة في داخل الإرهاب بعد تأمين تلك المناطق ورفع مخلفات الإرهاب عنها. من مناطق حزام بغداد لإعلام وزارة الدفاع فائق العطواني. We'll be right back.